سليما نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط الغادمة. نسير بكم مباشرة مع مقدمة هذا الشوط، نوافيكم بالنتائج أول بأول. أرى النصيبة على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري بن لبيان في المركز الثاني، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن علي بنواس الاجتبي، وفي المركز الثالث اليذابة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الرابع مياسة لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الخامس في هذه اللحظات حفلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز السادس وجنة لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز السابع خيال لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز الثامن يا وجنة تقترب من لوحة الإعلان 1200 عن خط النهاية وعن وصول وجنة إلى خط النهاية وإلى المنصة الرئيسية، وهي محتلة المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. ها هي وجنة من إمبراطورية هجن العاصفة أيضا هنا على أرضية هذا الميدان مع شعار هجن العاصفة مع المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وها هي النقطة الخامسة لهجن العاصفة في هذا المساء. ها هي وجنة على مقدمة هذا الشوط، لا زالت منفردة، لا زالت ركضت الغاي وعرت الغاي. أرى جواهر رفعت راية التهديد، يا سلام يا جواهر، جواهر غادمة بقوة مع مجوهرات مع الألماس على أرضية هذا الميدان، تلمع تلمع جواهر. في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن ثعلب الهاجري، لكن وجنة في المقدمة. ها هي وجنة على مقدمة هذا الشوط، ترقص على مقدمة هذا الشوط وعلى مدرج رقم واحد، وبدينا بالهبوط تدريجيا على مدرج رقم واحد. يا سلام يا سلام يا وجنة، ها هي وجنة تقترب من المنصة، تقترب من خط النهاية. سلام سلام عليك يا هجن العاصمة على هذا الأداء المتميز في كل مكان وفي كل احتفال وفي كل مناسبة. تهانينا لمالك هجن العاصمة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا أيضا مصحوبة إلى المضمر الواثق دائما من هجن العاصمة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثاني جواهر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وفي المركز الثالث خيال في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وفي المركز الرابع اللي وصلت في المركز الرابع حفلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وفي المركز الخامس مياسة لهجن العاصمة. هذه النتيجة وتوقيت الزمني ساعة وصول وجنة إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة 8 كيلومتر في زمن وغدرة. نشوف التوقيت يا مخرجنا يا المبدع دائما أبو عدنان متواجد في الإخراج وفي هذه الصورة الحية من هنا من أرضية ميدان المرموم عبر شاشة دبي ريسنج. 12:35 وجزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصمة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، والذي وصلت في المركز الثاني جواهر. نشوف المركز الثاني، ناخذ من المركز الثاني جواهر ساعة وصولها إلى خط النهاية. شوف التوقيت 12:40 بلغة. تهاني تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا للمضمر عبد الله بن عيلب الهاجري والذي وصلت في المركز الثالث. خيال وصلت في المركز الثالث قاطعة مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدرة. نشوف توقيت خيال ساعة وصولها إلى خط النهاية 12:51.7 من الثانية.
تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، تهانينا للمضمر الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، تهانينا للجميع.